قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. الحمد لله رب الأرض والسماوات، الذي من على المسلمين بعودة الجمعة بعد عودة الجماعات، ونسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله، أن يرفع الكرب ويكشف البلاء، وأن يتوب علينا أجمعين، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، والله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. وعلينا جميعا أن نعرف منة الله تبارك وتعالى علينا، ونعمته التي أسداها إلينا، وأن نجتهد في تقييد النعم بشكرها، فإن النعمة صيد والشكر قيد. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، وشكر النعم إنما يكون بالاعتراف بها بالقلب باطنا، واللهج باللسان بها ثناء ظاهرة، وتصريف كل نعمة فيما يحب ربنا ويرضى. فنسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله، أن يكشف الكرب والبلاء عن بلدنا، وأن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يؤلف بين أبناء الأمة حتى يكونوا على قلب رجل واحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.